بسم الله الرحمن الرحيم. شركة المحيط للسياحة في آسيا، نحن في فندق ديلا فرنس في كاميرون هايلاند، نصور غرفة من نوع جونيور سويت. جونيور سويت تتسع لشخصين كبيرين وطفلين، طبعا يمكن إضافة صوفا بيت هنا فقط، لا يمكن إضافة سرير كبير. توجد بلكونة في هذا النوع من الغرف وتطل على المدينة. هذه إطلالة الغرفة، مساحة الغرفة كبيرة ما شاء الله، كبيرة ومتسعة. وطبعا الفندق جميل ومستواه كويس. هذا الواشروم، غرفة من نوع جونيور سويت في فندق ديلا فرنس في كاميرون هايلاند، تصوير شركة المحيط للسياحة في آسيا.